بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة رقم ثلاثة من طرق السامبلينج هي طريقة الفلات توب سامبلينج، أو أحيانا هذه الطريقة يتم الإشارة إليها بالكتب بالبالس امبليتيود موديليشن، نفس البام بروسيس أو البام سامبلينج، لكن هي نفس المبدأ اللي عملية توليد البالس امبليتيود موديليشن. طيب، بس هذه ملاحظتنا على هذه الطريقة. أولا، هذه الطريقة تختلف عن الطريقة السابقة، يعني طريقة الايديال كانت تستخدم مبدأ الملتيبليكيشن بروسيس، طريقة الناتشرال تستخدم مبدأ التشوبينج بروسيس، هذه الطريقة تستخدم مبدأ السامبل اند هولد سيركت. هذه أول نقطة تخليها في بالك. زين، من ناحية العملية هذه ممكنة، طريقة عملية ممكنة. زين، يعني هي مشابهة من حيث المبدأ لطريقة النون ايديال أو طريقة الناتشرال سامبلينج، لكن الاختلاف انه هذه راح تكون هي اسهل بالمقارنه مع الناتشرال سامبلينج. زين، لكن عندي مشكله بها. هذه المشكله وين تكمن؟ بمقدار قيمه انه هاي نويز انترفيرنس، هاي فيري هاي، فيري هاي نويز انترفيرنس. طيب، خلينا نشوف هسه مبدا العمل مالتها. الدائره العمليه مالتها بهذا الشكل. هذه هي اشاره المعلومات، الاشاره اللي انا اريد اخذ عينات من عندها. هذا السويتشنج الاول، هذه هي تمثل السامبلينج سويتشنج، اوكي، وهذه هي تمثل الديسشارج سويتشنج. هذه اللي هنا الاشاره من تمر عندي خلال الاكس اوف تي، تمر بهذا السويتشنج، باللحظه اللي راح نسوي عمليه بريسنج عليه نضغط، هذه راح تصير عندي عمليه سامبلينج لهذا السيجنال. يعني هذا السويتشنج هو كانه يمثل مقدار قيمه الدلتا سيجنال، فبالتالي عمليه الضغط عليه راح يولد لي انه الإشارة مالتنا، وكأنه أنا راح أجري عملية السامبلينج عليها. زين، السويتشنج الثاني، السويتشنج الثاني اللي هو هذا السويتشنج وظيفته عملية ديسشارج، عملية تفريغ للشحنة الفولتية اللي موجودة وين؟ بالمتسعة، عملية تفريغ للمتسعة يعني. فبالتالي اللحظة اللي راح تكون عندي سيجنال مالتي اكس اوف تي موجودة، أضغط على هذا السويتشنج راح تجري عندي عملية أخذ العينات. عملية أخذ العينات راح يكون عندي السيجنال مالتي مضروبة في ترين أو بلسز، هذا يولد ترين أو بلسز. زين، باللحظة الثانية راح أضغط على هذه، راح يكون عندي هنا عملية تفريغ للشحنة المتسعة، وبالتالي وكأنه راح يكون عندي زيرو أوتبوت. إذا بنضغط على هذا السويتشنج راح يكون عندي هنا الأوتبوت مالتي هي الإشارة بعد ما أنه تم أخذ عينات من عندها. باللحظة نضغط على هذا السويتشنج راح يكون عندي مقدار قيمة الأوتبوت يكون هو زيرو. طيب، خلي اخذ تمثيل للسيجنال مالتنا، كيف انه انا راح اقدر امثل الاشاره مالتي. راح افرض انه انا عندي سيجنال هذه، وهنا راح يكون عندنا الترين اوف بالسز، هذه السيجنال مالتي، خلي افترضها بهذا الشكل. هذه اشارتنا الاكس اوف تي، هذا التايم، هذا راح تكون عندي الدلتا اوف تي اللي هي دلتا تي اس اوف تي، هذه راح تكون عندنا بلسز بهذا الشكل، بلسز وليس امبلسز، العفو، امبلسز وليس بلسز بهذا الشكل، هذه نتايم. اوكي، طبعا هذه السيجنال اللي هي دلتا تي اس اوف تي مثل ما انه ذكرنا هي عبارة عن train of impulses، يعني سيجما n زائد ناقص ما لا نهاية لدلتا of t ناقص n ts، هذه ts time interval. اوكي، هسه هذه إشارة المعلومات، هذه إشارة المعلومات اللي هي x of t راح تضرب مع train of impulses. بعد ما نضربها راح نحصل على الإشارة، الإشارة راح نحصلها راح يكون عندنا بهذا الشكل، هذه راح يكون الانفلوب الخارجي مالتها، الانفلوب الخارجي بهذا الشكل. هذه الإشارة بعد الناتجة من عملية الضرب هي تمثل، خلينا نسميها الاس اوف تي، ليست الاوتبوت، الاس اوف تي واللي هي عبارة عن قيمة الاكس اوف تي مضروبة في مقدار قيمة الدلتا تي اس اوف تي. هنا يكون اكو اشتباه عند بعض الطلاب، يصور انه هي تمثل الاوتبوت، هذه تمثل الاس اوف تي. الاس اوف تي شو تمثل؟ هي الاشارة بهذا الشكل مضروبة في الترين اوف امبلسز،
اوكي بهذا الشكل راح يكون عندنا بهذا الترتيب. هذا هنا تايم اوكي زين. الاتش عندي بعد سيجنال هذه اسمها الاتش اوف تي. الاتش اوف تي هي تمثل خصائص الهول سيركت اللي جاي يصير عندي. الهول سيركت خصائصها باعتبار انه جاي يصير عندي عمليه قلنا انه شحن وتفريغ باعتبار انه انا عندي هنا باللحظه اللي اضغط هنا راح يصير عندي عمليه الاكس اوف تي تنضرب في دلتا اوف تي اللي هي ترين اوف بلسز يصير عندي اوتبوت. اوكي هذه هنا انا راح اضغط عليها يصير عندي عمليه تفريغ فبالتالي عندي هولد انسامبل سيركت. هذه الهولد اوف سامبل سيركت خصائصها بهذا الشكل. بهذا الترتيب هذه هنا العرض مالتها هذه تاو اللي هو العرض زين البلس مالتي. وهنا راح يكون عندي مقدار قيمة الاوتبوت. الاوتبوت مالتنا راح تكون الاشارة الناتجة بعد عملية الضرب ما بين هذه الاشارة وهذه الاشارة. يعني الجي اوف تي الجي اوف تي هي عبارة عن الاس اوف تي مضروبة في قيمة الاتش اوف تي هذه. اوكي طيب اذا ضربنا شنو راح يكون الناتج؟ خلي نشوف السيجنال النهائية ايش راح تكون. السيجنال النهائية مالتي هذه هنا عندي الجي اوف تي هذا تايم زين. هذا الانفلوب قلنا الخارجي اللي هو بهذا الترتيب. هسه السيجنال مالتنا بعد عملية الضرب راح تكون بالشكل التالي. هذه بهذا الشكل جاي اضرب هذه في هذا باعتبار امبلس في بلس زين. الاشارة اللي بعدها بهذا الشكل اللي بعدها راح تكون بهذا الشكل اللي بعدها راح تكون بهذا الترتيب. هنا راح يكون عندنا زين هذه راح يكون هنا عندي بهذا الشكل فراح تكون الإشارة الناتجة عندي بهذا الترتيب. هذه هي عبارة عن الإشارة الناتجة واللي هي تمثل Pulse Amplitude Modulation. زين الملاحظة هذه اللي هنا اللي هي عندنا إنه Very High Noise Interval. إذا ألاحظ هنا إنه أنا هذه السيجنال مالتي ألاحظ هذه المناطق ألاحظ هذه المناطق هذه هنا المناطق هذه هي اللي راح تقود إلى ظهور الهاي نويز انترفيرنس. اوكي فبالتالي صار عندي هنا المبدأ الأساسي إنه أنا انتبه إنه أنا عندي دائرة سامبل أند هولد سيركت. هذه هنا أنا عندي عملية أخذ العينة هنا عملية مسك الهولد. هنا أنا عندي من أضغط هذا السويتش راح يسوي عملية تفريغ فبالتالي مقدار قيمة الأوتبوت راح يكون عندي زيرو. أرجع مرة ثانية فبالتالي راح تكون الدائرة مالتي بهذا الترتيب هذا الشكل الناتج. زين اختلافها الأساسي اختلافها الأساسي عن الدوائر السابقة إنه هي مشابهة لحالة الناتشرال لكن هنا راح تكون هي أسهل من حيث عملية إجراء أخذ العينات. النقطة رقم 2 اختلافها خلينا نقول لهم بالمقارنة إنه النويز العالي المتولد بها. هنا أنا راح يكون عندي هذه السيجنال هي تعتبر على تحتوي على مقدار قيمة الإنرجي السيجنال المرسلة فبالتالي راح يكون عندي هنا هذا الشكل العام للإشارة الناتجة ما بعد عملية إجراء أخذ العينة. زين هسه هنا لازم نلاحظ إنه بنتكلم عن البلس امبليتيود موديليشن. زين هذه البلس اللي هي هذا الشكل العام مالتها كإنفلوب هو نفس الإنفلوب مالت الإشارة المعلومات لكن راح ينضاف إلنا قلنا باعتبار أنه أنا جاي أجرى عملية ضرب ما بين إمبلسز وما بين بلسز بهذا الشكل. والبلسز مثلناها العلاقة مالتها بدلالة بدلالة قلنا أنه الترين أو بلسز بالمعادلة زين. وحتى أوجد مقدار قيمة التمثيل بالفريكوينسي دومين راح يكون عندي التمثيل النهائي للإشارة الإشارة الناتجة اللي عندي أنه أنا عندي الجي أوف تي هي عبارة عن قيمة الاس اوف تي مضروبه في مقدار قيمه الاتش اوف تي وتساوي
وتساوي. إذا أريد أمثلها باعتبار أنه أنا عندي مقدار قيمة الـ S of T، زين هذه هي الـ S of T، راح يكون هو عبارة عن سيجما لمقدار قيمة الـ N زائد ناقص ما لا نهاية لمقدار قيمة الـ X of T مضروبة في مقدار قيمة الـ H of T ناقص N TS. أوكي، خلي أوجد مقدار قيمة الـ Frequency Domain مالتها، يعني G of Omega راح يكون مساوي إلى FS مضروبة في سيجما لمقدار قيمة الـ X of F ناقص NFS زين في مقدار قيمة الـ H of F بهذا الشكل. طبعا هنا عندي زائد ناقص ما لا نهاية. فإذا ألاحظ هسه الاختلاف وين صار عندي عن الحالة السابقة، عن الحالة المثالية. الحالة المثالية كان عندي فقط هذا الحد، فقط كان عندنا هذا الحد في حالة الايديال. لكن في حالة الفلات توب انه نضاف عندي مقدار قيمة الـ H of F اللي هو هذا، اللي هو يمثل مقدار قيمة الفوريير ترانسفورم للملي الهول سيركت، فلازم انتبه لهذا البقدار. فبالتالي صار عندي واضح انه كيفية الاختلاف عمليا يمكن تمثيلها، يمكن تحقيقها، تستخدم لتوليد البلس امبتود موديليشن. السلبية الوحيدة تؤخذ عليها انه الفيري هاي نويز انترفيرنس، خلافة راح تكون هي اسهل مما هي عليه موجود في حالة الناتشرال سامبلينج.